كلنا يحب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن الحب ليس بالكلام. تحب النبي صلى الله عليه وسلم، عليك أن تقتدي بصفاته. كان صلى الله عليه وسلم يصل من قطعه، ويعطي من حامه، ويعفو عمن ظلمه، ويحسن إلى من أساء إليه. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ويقول نبينا صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل بالمكافئ. المكافئ الذي يرد الزيارة بزيارة والصلة بصلة. واصل الرحم من يسعى عن إلى الأرحام المقطوعة ليصلها. ليس الواصل بالمكافئ، الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها. وكان سيدنا مالك بن دينار مع سيدنا عبد الله بن عمر بن الخطاب في سفر، فرأى ابن عمر أعرابيا فدعاه وسلم عليه وهش له وأحسن إليه، ثم أعطاه دبته ليحمله عليها، ثم خلع عمامته وألقاها على الأعرابي. والعرب لا تخلع عمامتها ولا عباءتها إلا لعزيز، أي أن سيدنا عبد الله بن عمر خلع عمامته لعزيز عليه. فقال له مالك بن دينار: يا ابن عمر، إن هؤلاء الأعراب يرضون باليسير، وكان يكفيه اليسير، فلماذا فعلت معه هذا؟ قال له: انظر إلى الصلة وإلى الوفاء. قال له: إن أبا هذا الأعرابي كان ودا لأبي عمر بن الخطاب، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أبر البر صلة الرجل، صلة الرجل أهل ود أبيه. هذه الصلة، وهذا هو الإيمان، وهذا هو التراحم. وإذا كانت هذه الأيام أيام الصدقة وأيام العطاء وأيام التعاون، فخيركم خيركم لأهله. والصدقة على الفقير والمسكين صدقة، وعلى القريب المسكين صدقة وصلة. أسأل الله أن يرزقني وإياكم حسن الفهم.